كيف يمكن أن نطمئن على الاقتصاد المصري؟ المفروض أن تكون لدينا قاعدة بيانات صحيحة، لأن تشخيص الحالة هو أول مرحلة من مراحل العلاج السليم لهذا الاقتصاد. معنا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق والمفكر الاقتصادي المعروف، منه نحاول أن نختبر قاعدة البيانات التي نحاول على أساسها علاج هذا الاقتصاد. قبل الاستراحة كان الدكتور سمير يحدثنا حول وضعية الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأيضا كان يحدثنا عن ارتفاع الدين العام المصري. يعني تقدر تشرح لنا النقطة دي يا دكتور؟ يعني هو بدون شك هذه المبالغ اللي جاية من برا من دول أخرى زي قطر وتركيا وليبيا، الواحد بيرحب بيها لأن هي بتدخل في الاحتياطي، فارتفع الاحتياطي زي ما شفنا من 13.4 من 10 مليار الشهر اللي فات إلى 14.4 من 10 الشهر ده. لكن لازم نبقى واخدين بالنا ان ده مش الحل. ليه؟ لان له تبعات. ان هذه الفلوس اللي داخله بتزود الدين الخارجي اللي هو بالفعل ارتفع حاليا من مستوى كان ثابت لمدة طويلة جدا حوالينا 24 مليار دولار. وده كان امن، يعني المفروض معدل امن جدا جدا. اصل بعد حرب العراق وإعفاء مصر من 50% من الديون كنا في موقف بالنسبة للدين الخارجي موقف كويس. المشكلة كانت في الدين الداخلي اللي كان بيتزايد باستمرار. فدي كانت المشكلة الأساسية وما زالت، لأنه تفاقم جدا جدا الدين الداخلي، يعني بيقرب قوي على تقريبا نفس الناتج القومي الإجمالي، يعني 1.3 تريليون والناتج القومي الإجمالي 1.7 تريليون. فالفلوس دي بتمثل عبء دين خارجي، وبالتالي خدمة هذا الدين الخارجي بتمثل عبء متزايد، وبالتالي ان حتى في الموازنة الجديدة هتجد ان خدمة الدين ارتفعت، خدمة الدين المقدرة ارتفعت، لانها عادة كانت بتبقى 24-25%، دلوقتي احنا بنقرب من 30%. فمن هنا ما نرحبش قوي بهذا الرقم او ناخده بحرص بحرص شديد. اللي يبسطنا في زيادة هذا الرقم لو الرقم ده جاي من السياحة، لو السياحة رجعت فبتدخلك مليار دولار في الشهر، ده ارحب بيه، ودي زيادة صافية ما عليهاش تبعات. لو الصادرات بتاعتك زادت، لو منح زي المنحة اللي خدناها في بداية الثورة من المملكة العربية السعودية وقطر، لكن غير كده دي بتمثل عبء على الاقتصاد المصري. فإذا حسنت للأرقام بهذا الشكل يعني كويس، بتديني فسحة من الوقت، بس لازم أجري أنا ببرنامج تحفيز للاقتصاد، وأنا مش شايف الحقيقة اي بوادر حتى للتفكير في هذا الاتجاه. طب هنا دكتور، الحاله اللي احنا واصلين لها فيما يختص بالدين، اذا كان هذا الوضع يواجه ازمه وما يسمى بالاقتصاد المأزوم، واول حل حضرتك قلته أو بداية الخطوات هي الاعتراف كما حدث مع دول آسيا بعد أزمة 97 الشهيرة، الأزمة الآسيوية الشهيرة المالية التي ضربت كل الأسواق الآسيوية. هل تعتقد أنه إحنا عندنا مشكلة فيما يختص بثقافة القائمين على إدارة الاقتصاد، يعني فهموا لطبيعة كيفية إدارة الملف الاقتصادي، فهمه لطبيعة الاقتصاد العالمي والمدارس اللي هي موجودة فيه، فهمه لطبيعة إدارة الملف في حد ذاته، كيفية إدارة الأزمة، كيفية التفاوض مع منظمات دولية، كيفية تحمل التبعة الاجتماعية وكلفة هذه المفاوضات مع صندوق النقد. يعني المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ المشكلة ان كلنا اتفقنا على ان
في مصر وفي دول الربيع العربي كلها. المشكلة أن الاعتبارات السياسية ضغط على الأداء الاقتصادي، وأنه لا خروج من الأزمة الاقتصادية إلا بحدوث توافق في داخل هذه البلاد. وفي مصر النقاش الدائر بين الحكومة والمعارضة هو على هذه النقطة، أنك توصل إلى نوع من التوافق للخروج من الأزمة السياسية، بحيث تقدر تتفرغ للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة والخطيرة. هذا لم يحدث. هو إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أولا في ضبابية شديدة في صنع السياسة الاقتصادية. هذه الضبابية ناتجة عن تغيرات، وتيرة التغيرات سريعة، يعني ما تغير وزير مالية 5 مرات في سنتين دي ما بتحصلش في أي مكان في العالم. فلما تيجي بعثة الصندوق يقولوا لي كده، يقولوا لي احنا كل ما نيجي قعدت مع خمس نيجي نلاقي واحد، كل واحد مختلف، كل ما ناخد عليه كده وبتاع نيجي نلاقي واحد مختلف، دي ده شيء. فبترسل انت رسالة عدم استقرار، اللي انت عاوز تؤكد ضده، تؤكد على الاستقرار، دي حاجة. الحاجة الثانية ان انا شايف ان في اتجاه، انا قراءتي للتعديل الوزاري مثلا، انت بتسأل على المجموعة الاقتصادية اللي تهمني، قراءتي لها مع احترام طبعا للشخصيات كأشخاص، لكن قراءتي لها بسيطة، وهي أن استمرار من الحزب الحاكم للسيطرة على أجهزة الدولة. طب مش مشكلة، ممكن يسيطر، ما يسيطر، بس المهم هل من تولى هذا، هنيجي بقى لدي، عنده كفاءة ولا لا؟ ده السؤال الثاني. هل من تولى لديه من الكفاءة، أو معروف إنه عمل في صنع السياسة العامة؟ قد يفاجئون الناس دي، لكن أنا شايف الحقيقة لما شفنا السيرة الذاتية للسادة الوزراء في المجموعة الاقتصادية، ليس بينهم واحد يؤدي إلى الاطمئنان أو يؤدي إلى أنه ستكون هناك رؤية للخروج. بس زمان مثلا في حكومات الملكية ما كان وزير المالية مش بالضرورة مالي، أو وزير الداخلية بالضرورة رجل شرطة أو هكذا، أو وزير الدفاع رجل عسكري، فمن الممكن أن يكون ده لجوء إلى من يدير الملف لكن معاه معاونين متخصصين. بس يعني معاه معاونين، أنت كان عندك ميزة في الإدارة المصرية في العصر الملكي، ميزة وكيل الوزارة، وكيل الدائم بيسمع. وكيل الدائم، الوكيل الدائم ده هو الوزارة. اتغير، جه الوفد، شال الوفد، هو الوكيل، هو اللي ماشي الوزارة، زي النظام الإنجليزي اللي انت عارفه، بيمشي بهذا الشكل. ويتغير الوزير، اتغير الوزير. لكن أنا النهاردة بالعكس، في وزارة المالية تم تفريغها من أكبر كفاءة في المفاوضات مع الصندوق فيها. ده يعني كان نائب الوزير، وكان هو ماسك الملف ده من ايام ما كنت انا في الوزاره، هاني ادري. ده تم التخلص منه لان حصلت مشادات في واشنطن من اشخاص ما اعتقدش انهم عندهم هذه الكفاءه، ولكن جايين من الحزب، وتم مناقشه المشاكل وما يجب أن يكون عليه موقف المفاوض المصري داخل الاجتماع. ده لا يصح. فمن هنا يبقى فريق واحد متفق على سياسة، خلاص احنا طالعين من هنا بصوت واحد، يعني ما فيش صوتين. فده اللي حصل. فأنا مش شايف ان مثلا خطاب تكليف من السيد رئيس الوزراء او السيد رئيس الجمهورية بانه يقول الوزاره دي هتعمل كذا كذا، ما انا ما شفتوش. فمن هنا ما يثير القلق، ان بتجيب وزراء كل ما يمكن ان يقال عنهم انهم يمثلوا الحزب الحاكم، وده ما عنديش مشكله فيه، لكن ليس لهم خبره، ليس تخصصاتهم خالص الموضوعات المطروحه والملحه. وبالتالي بقى نبتدي نتخبط ونحاول ان احنا نروح في مسارات
عشان يبان ان احنا بنعمل حاجه لكن ما بنعملش لحل المشكله. يعني مثلا نيجي نقول هنتفاوض مع الصندوق. انا بقول لك لن يتم عقد اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات. لان منشا عقد اتفاق مع الصندوق انك تطبق برنامج معين. نتيجه لقله الخبره لان ممكن في برنامج وبرنامج، في برنامج بيوزع اعباء هذا الاصلاح الاقتصادي على الغني قبل الفقير او اكثر من الفقير. في برنامج سهل، زود الضرائب غير المباشره، زود. طب طبيعه البرنامج حسب معلوماتك اللي احنا متجهين له ما شفناهوش، لكن اللي محتاجينه اعرف انا البرنامج اللي احنا نحتاجه هو ايه، واتفق مع الصندوق عليه. طب تعتقد هذه الحكومه بصرف النظر عن وجهه نظر حضرتك فيها اكيد هي من الحصافه ان هي ما تتخذش اتخاذ برنامج او تاخد برنامج ممكن ان يؤدي الى هزات اجتماعيه والبلد مش ناقصه؟ لا ده صحيح، ده اللي انا بقوله ان مش هيوافقوا قبل الانتخابات. يعني ده كل ده يجب ان لانه لو قبل الانتخابات يبقى ده هيدفعوا ثمنه في الانتخابات، فهيستنوا لحد ما تحصل الانتخابات. معنى ذلك انه هذه الجرعه من الدماء للاقتصاد المصري اللي هو 4.8 مليار دولار لن نحصل عليها قبل سبتمبر اكتوبر الجاي. بس مش هي برضه، ما هو في المناقشه بتاعتنا كده انا شايف ان احنا اصبح قرض الصندوق هو الامل والعصا السحريه اللي هتحل كل مشاكلنا. لا يمكن، يعني ده غير صحيح. يعني التسويه اللي مع مجموعه ساويرس هي ربع هذا القرض يعني. فمش هو ده الفكره، الفكره انه بيديك شهاده ان لديك من السياسات الماليه والنقديه ما يخرجك من الازمه. وما يطمئن انه اقاربين انهم يستثمروا. ويبتدي بقى الاستثمار يجي طبعا بفرض ان فيه امن والى اخره. لكن انا شايف ان احنا بنلجا الى مسارات لتجنب مواجهه الازمه. يعني اقول لك صكوك، والصكوك ده هتجيب 10 مليار. الصكوك دي في منتهى الخطوره على اقتصاد ضعيف. ليه فهم؟ ليه؟ الصكوك هي ايه؟ هي سند بس بضمان اصل مادي. وما يخيف في القانون هو عدم وضوح بل في ضبابيه في ما هي هذه الاصول. هل هناك نص صريح في القانون يحظر زي القانون الاندونيسي؟ ما هو في صكوك في اندونيسيا وصكوك كتير، لكن في نص واضح وصريح ان هذه الصكوك لا تمس الاصول السياديه. ما هو في اصول في تركيا لكن ما بيقولش الصكوك دي على البوسفور. ما بيجيش على دي. يعني خايف مثلا يكون في صكوك مثلا على قناه السويس. ما هو تزامن النقاش بين حكايه قناه السويس والقانون، اسف، مشروع القانون اللي صادر متعلق باقليم قناه السويس يثير قلق بل فزع. يعني مفكر قانوني كبير زي طارق البشري فند هذا القانون وبين انه مصدر خطر كبير. ما تحط دي مع دي، هذا الالحاح على موضوع الصكوك في اقتصاد ضعيف. انا عارف ان في صكوك في قطر وفي الامارات وفي السعوديه وفي ماليزيا وفي تركيا وفي اندونيسيا. محددة الجهات منتجي البترول ما مش مشكله لانه البترول ضمنه في اي حاجه، صح؟ بالنسبه لماليزيا وتركيا واندونيسيا في قوانين حديديه تمنع ان تكون هذه الصكوك متعلقه باصول سياديه. صك يعني له علاقه بمشروع واي مشروع، ومشروع يحتمل الربح والخساره. والخساره لابد ان يكون هناك ما يقابلها من ضمانات. والضمانات دي ممكن ان تكون عينيه. واذا كانت عينيه تكون من اصل المشروع. بالظبط. فما هو الضمان او الكولاترال
اللي بيسموه بالانجليزيه الضامن. تستثمر في العقار حينما تفشل في هذا الموضوع ياخد العقار تسترد العقار. طب دلوقتي لما يكون في 500,000 مصري استثمروا في شيء سيادي ثم فشل هذا الشيء السيادي في انه يعطيهم العائد، 500,000 مصري هياخدوا حقهم ازاي؟ لا هو يتوقف، ودي نقطه اصل دي نقطه مهمه. في اندونيسيا محظور في بعض الصكوك على الاجانب، ملكيتها على الاجانب. فانت بتفصل وهل انت استنفدت كل الوسائل الماليه الادوات الماليه؟ طب خليني احاول اشرح وجهه نظر الطرف الغائب في حكايه الصكوك. اتفضل. انها اولا انها صك اسلامي، فهذا بيحاول ان هو يخرج المدخرات الموجودة عند قطاع كبير من المصريين الذين لديهم فوائد نقدية، بيقول لك وضعنا تحت البلاطة، وانه نسبة المستثمر داخل البنوك يساوي 5% من الاقتصاد الكلي للبلاد، ومن الممكن ان كانت تزيد لو كان المصريين بيؤمنوا بالمدخرات، وبعضهم لا يضعها في البنوك خوفا من البنوك، او لا يضعها في البورصة خوفا من المضاربة في البورصة، او لا يضعها في البنوك بسبب الحرمانية بسبب فكره الفوائده وفائده والربا وهذا الكلام. فلما انت بتدغدغ او بتلعب على شيء موجود، وده مش عيب من ناحيه تسويقيه، وهي انك بتدي للناس شيء امن من الناحيه الشرعيه يستطيعوا ان يستثمروا فيه. اثنين، انه مش كل الناس يقدروا يديروا مشروعات، فانت بتيجي تقول له انا بجيب لك مشروع مضمون برعايه وبضمان الدوله، حط فيه الصك بتاعك بالنسبه للمستثمرين الصغار او المتوسطين اللي عندهم فوائد اللي يستطيعوا انهم يحطوا فلوسهم وياخدوا عليه ربحية مضمونة. النقطة التالتة ان هو بيحرك حركة الاقتصاد الراكد اللي هو موجود في البلد في وقت فيه مشكلة في الكاش في السيولة النقدية، وبيشجع الناس على ان تبتدي العجلة تدور بسبب العامل النفسي اللي موجود. فمن الممكن ان تكون فكرة الصكوك الاسلامية في هذه الحالة مشروع ايجابي. كل انا هنا بشرح لك يعني وجهه نظر الطرف المضاد. انا واعي تماما بهذا، وانا مش ضد فكره الصكوك كفكره، وانا ما بستخدمش كلمه صكوك اسلاميه، يعني صك ده هو صك هو صك يعني. اكبر بنك فيه بيتعامل في الانشطه الاسلاميه هو دويتشه بانك، وما تفهم هو مش بنك اسلامي، حدود علمي ما هوش اسلامي. فيعني دي، لكن انا اتفق معاك ان فيه بعض الناس بتشوف حرمانيه في الفايده ولا اخره. طيب ما انا عندي عندي الاسهم، وانا عندي اسميها بقى زي ما انا عاوز اسميها، لكن انا المشكله عندي هي ربط هذه الصكوك باصول سياديه زي قناه السويس، زي سكك حديد مصر، زي ميناء العين السخنه الى اخره. دي المخيف في الموضوع. ليه؟ لان احنا عندنا تجربه في التاريخ. احنا افتتحنا قناة السويس في 1869 لم نحتكم فيها على سهم، لانه الخديوي اسماعيل كان معذور وباع الاربعة مليون جنيه في ذلك الوقت سندات بتاع القناة، وهي كانت زي الصكوك بضمان قناة السويس. فيوم الافتتاح مصر لم يكن لها اي سيطرة على القناة، وجه واحد فرنساوي واحد انجليزي قعدوا يديروها لحد سنة 56. هو ده المخيف في الموضوع. انت عادة بتلجأ للصكوك والاشياء دي لما تكون واقف على رجليك شوية، لكن ما تلجأش والاقتصاد ضعيف، لان الاقتصاد ضعيف يبقى في الحالة دي هتضطر انك ترضي اللي بيشتري الصك، فهترضيه بايه؟ بضمان حاجة مهمة، وده اللي انا خايف منه. ده تخوفي بالنسبة لهذا الموضوع. لكن مؤدى الكلام ايه؟ مؤدى الكلام ان ما عندناش، يعني انا مش شايف الى الان رؤية متكاملة كده وتقول لي ادي طريقة الخروج من الازمة الاقتصادية، مش شايفها. لو خارطة الطريق يعني متكاملة، خارطة الطريق متكاملة ببساطة جدا وبدون اي يعني تعقيدات. انت عندك اقتصاد احنا وصفناه وشفنا المظاهر الازمه، ومظاهر الازمه واضحه للعيان.
يبقى اذا السؤال ما هي طريقه الخروج من هذه الازمه؟ ولدينا تجارب الدول الاخرى في الشرق والغرب، في اسيا، في شرق اوروبا، في اوروبا كلها بعد 2008. سؤال دمه تقيل، ممكن حد يجي يقول لك طيب انتم تتحدثون على انه اخفاق حكومات جماعه الاخوان المسلمين منذ ان تولت حتى الان. انتم كنتم في حكومات من بعد عهد الثوره، ماذا فعلتم اكثر من هذه الحكومات؟ الفرق؟ الفرق كبير وجوهري. بس ده مش سؤال مهم؟ سؤال مهم جدا مشروع جدا. احنا لما جينا خمس ايام بعد الثوره، كويس، فلو مسكت مثلا السياسه النقديه، لان مش موجود البنك المركزي، لكن انا كنت في تعاون دائم. السياسه النقديه في البنك المركزي لها هدفين: واحد، الحفاظ على قيمه الجنيه عشان تضخم وكده. اثنين، استهداف التضخم، انك تثبت القاعده الاقتصاديه والاجتماعيه بالسياسه النقديه ديما، ونجحنا فيه. اثنين، بالنسبه للسياسه الماليه، السياسه الماليه احنا عملنا ايه؟ في مطالبات اللي كنا بنسميها المطالبات الفئويه، عدد كبير منها مشروع، ناس تعبانه جدا ومرتباتها غير ادميه، كويس، وانت وظفتهم، محدش تاني اللي وظفهم، انت اللي وظفتهم، 6.5 مليون في الحكومه دول. فكان لابد انك انت تواجه هذه المطالب وتحاول انك انت تنظم هذه المطالب. فعملنا الحد الادنى للاجور، وحد اقصى 36 ضعف الحد الادنى للاجور، لكن لم يطبق في وقتها. عملنا ضريبه تصاعديه 5% زياده على ما زاد عن 10 مليون جنيه. طبعا تعويضات للي اديروا من احداث الثوره، اللي فقدوا محلاتهم او عربياتهم او الاخر، معاش استثنائي لشهداء الثوره والمصابين في الثوره. هذا كله بيمثل رؤيه انك بتحاول تستخدم الموازنه العامه للدوله لتحقيق هدف من اهداف الثوره، وهو العداله الاجتماعيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب ما الاقتصاد واقف، فكان الهدف الثاني هو تحفيز الاقتصاد المصري بضخ 40 مليار جنيه في استثمارات، مش في انفاق استهلاكي، في استثمارات، بحيث انك تجتذب القطاع الخاص مره اخرى وتطمنه، وكنا ماشيين. لكن طبعا لم يسمح لنا بالاستكمال. احنا كنا بنقدم للمحاكمه مش كل يوم، كل ساعه، لو تذكر هذه الايام. وانا مش زعلان منها، بالعكس، كان من اهم الفترات في حياتي انك انت تجابه هذا التساؤل، انت بتعمل ايه وليه مستني؟ والناس كانت تقول لك لو ما عملتش النهارده مش هعمل بكره. وبرضه ده مشروع. هدفنا بقى ان احنا قلنا ايه، اصلاح الاجور ده، الحد الادنى للاجور ده بدايه، لكن اصلاحه هياخد 5 سنوات، كويس. فانت واخد اقتصاد متلخبط لخبطه غير عاديه، يعني في فوضى في الاجور. لو خدت موضوع الكهرباء وقطع النور والاخر، ده سببه ايه؟ ان الكهرباء بتعتمد على البترول عشان تاخد البترول او الغاز او المازوت، ودول بيعتمدوا على تمويل من الماليه، والماليه بتاخد الفلوس من المعاشات، فده بتاخد ده طاقيه ده تلبسها لده، فاصبح عندك سلطانيه سباكيتي متلخبطه في بعضيها. حقيقي ده اللي انا شفته اول ما جيت، وكان الهدف ان تبتدي تحط مخصصات تفك هذا التشابك وهذا الارتباط. طلع المعاشات بره، وابتدي لاول مره كان يبان فين الدين، نعم، وفين فلوس التأمينات، أو كده أو كده. فدي الإدارة الاقتصادية، دي الإدارة الاقتصادية، لأنك أنت إزاي تمشي العربية، تمشي البلد، الاقتصاد، وفي نفس الوقت تبتدي تبني في الدور التحتاني. من ساعة الثورة لحد دلوقتي، إحنا كان في حكم الرئيس مبارك، انتهى يوم 11،
وبعدين المجلس العسكري وبعدين جماعة الإخوان المسلمين. وبعدين كان عندنا حوالي دلوقتي 7 تغييرات حكومية، 7 وزارات بحوالي مثلا 11 تعديل حكومي في السبع. كويس. وبعدين عدم استقرار في السياسات، كل واحد بيجي يبتدي من بداية السطر مش استكمالا لما بدأوا سلفه السابق بصرف النظر عن رأيه في سلفه. كل هذه التغييرات في فترة لسه ما وصلتش 36 شهر. صح. تعمل ايه في رؤية العالم لاقتصادك؟ تسمح لي تكون الإجابة دي بعد الاستراحة الإعلانية. تابعونا بعد الاستراحة.